أول شيء أهلا وسهلا بيك، وأهلا وسهلا بيه دكتور وائل وبكل مشاهدينا الكرام. بداية، فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التاجية اللي سابقا اشتهر أنه نوع من الفيروسات مثل المجموعة اللي هو الصارف والناس، واللي صارت أيضا كثير من حالات الوفيات ونسبة الوفاة بهم أعلى من فيروس كورونا. الأزمة الحالية هو الاعتقاد الخاطئ بأنه فيروس كورونا قاتل، يعني أنه أي إصابة بكورونا معناها الوفاة. هذا الشيء خاطئ، وهذا أكثر شغلة احنا نحب أنه نركز عليها. فيروس كورونا ليس قاتل، لكن خطورته تكمن في أنه سريع الانتشار، وبالتالي هناك تهديد أن يكون وضع عالمي خارج السيطرة بسبب سرعة انتشاره وأيضا سرعة تغييره لخارطته الجينية وبالتالي طرق الانتقال، فبالتالي صعوبة السيطرة على الإصابات اللي تكون دي. طيب دكتورة، في بغداد أو في العراق تحديدا، يعني هنالك كثير، صارت تقريبا 6 حالات نقلت واحدة منها إلى إيران، البقية مواطنين عراقيين كانوا في إيران. الإجراءات الصحية المتبعة في العراق حدثيني عنها، هل هي بالمستوى المطلوب، وكيف يمكن للإجراءات تلك أن تحد من انتشار هذا الفيروس أو استخدام المضادات أو ما شابه ذلك؟ صراحة الإجراءات إلى حد الآن نقدر أن نقول بعدها ضعيفة دون المستوى المطلوب. من ناحية المستشفيات والتجهيز وطرق الوقاية، بعد إلى حد الآن أكو احتياج لتوفير المستلزمات من أدوات التعقيم، المواد التعقيم، من الكفوف والكمامات وداخل لحماية الستاف المتدرب والستاف المتواجد لتقديم الخدمات الصحية. هذه من ناحية المؤسسة الصحية. أما من ناحية الفلترة والحد من دخول الوافدين اللي قد يكونون حاملين لفيروس الكورونا، فالإجراءات جدا ضعيفة. فرق المطار المتواجدة في المطار في العادة في كل دول العالم هي 2 درجة الحرارة فقط. مع تبليغ الوافدين بضرورة إجراء الفحص وحجرهم نحن نظهر النتائج. احنا الضعف اللي بيصير بهاي النقطة ان الوافدين ما بيقبلون يسمون الفحص. كثير من عندهم بيرضون إجراء الفحوصات، كثير منهم يبدي يهدد أنه أنا في حال إذا أخذت من عندي العينة وطلعت سالب ترى تعرفون إيش أسوي، وأنا ما أقدر تطلع علي حجاية وهكذا من هاي الأمور. هاي بالإضافة إلى المحسوبية الكبيرة والكثيرة، لأن كثير من مثلا زين دكتورة لعد شو راح نتعامل ويا المرضى بهذه الحالة ويعبرون ومن غير الإجراءات الطبية متناسين إن هذا الموضوع والفحص هو لسلامتهم أولا ولسلامة الشعب والمجتمع العراقي ثانيا. طيب دكتورة، يعني احنا بهذه الحالة شو راح نقدر نتعامل مع المرضى أو المشكوك بأمرهم، من ناحية أنه في العراق اليوم إذا عندنا محسوبية على هذا الأساس، يعني ما أعرف، يعني وزارة الداخلية التي تم تكليفها بمتابعة ودعم وزارة الصحة بمثل هذا المجال، لأن إحنا بالعراق عدنا هذه القضية، فشون نقدر نتلافى الموضوع؟ من هي الجهة الضاغطة؟ والله هو مثل ما ذكرت أنت حضرتك، وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن ضبط هذا الموضوع. كل الدول وزاراتها هي اللي غلقت الحدود، منعت الطيران، منعت الرحلات إلى المدن الموضوعة، وبالتالي تحاول أن تحافظ على سلامة الدولة أو الشعب. لذلك إحنا مسؤولية غلق الحدود تابعة لمن؟ فالوزارة التابعة إلها أو رئاسة الوزراء أو ما أعرف يعني بالضبط، هي اللي راح تكون مسؤولة عن غلق الحدود، منع الرحلات حقيقة وفعليا، مو إنه أنا أصرح أني منعت السفر أو الطيران إلى طهران وإلى إيران، ونجي نشوف بالفلوبورد للخطوط الجوية العراقية ونلقي 4 رحلات قم وطهران إلى بغداد والنجف من وإلى. فإحنا مو مجرد تصريحات، إحنا نريد تنفيذ واقعي. بالنسبة للمطار الوافدين ماكو شيء اسمه حسب مزاجه الشخص والله يسوي الفحص أو ما يسوي الفحص يروح يراجع أو لا، لا، المفروض أكون متابعة من قبل وزارة الداخلية تجبرهم جميعا ما دام أنه هو قرر الرجوع إلى العراق، إذن
لازم انه نجري هذا الفحص. ومثل ما نعرف احنا بالمطارات دائما اسماء المسافرين اكو بالخلال التفتيش اكو جزء للمتابعه والحاسبه، ومن يطلع الشخص واسمه جوازه وكل معلوماته. اذا اي مسافر على اي طائره احنا نقدر نسلل المسؤوليه تهمنا، مو بس نقدر انه نشوفه بالمطار ونتعامل وياه. لذلك نطالب من رئاسه الوزراء، وزاره الداخليه، التجديد على هذا الموضوع. وزارة الصحة بوحدها ما راح تقدر تحقق شيء، هذا الموضوع وضع عالمي، تهديد بالخطر على كل المجتمع. لذلك لازم نتكاتف وننسى موضوع المحسوبية وخلع الساحل الأسنان، لأن حالة واحدة إذا أنت ساهمت بدخولها قد تصيب البلد بأكمله بوباء. شكرا جزيلا دكتورة شيماء الكمالي، عضو نقابة الأطباء العراقيين في بغداد، شكرا جزيلا لك.